وإن خفتت هذه الأصوات إلا أن الجميع ما يزالون يسارعون لاستكمال المهمة التي سيظلون معجبين بها وبما يقدمون في مأرب. تنقل لنا هذه المشاهد جزءا من الصورة الخفية للمعركة التي دارت في المحافظة وكأنها حدثت في السماء لا في الأرض، إذ تخلصت المحافظة من الميليشيا وكانت هذه أهم الأسلحة، طائرة الأباتشي التي استخدمت في الحصن، وهي تقدم المزيد من الإبهار والدهشة بمعانقة فضاء المدينة. وإذانا بعودة المحافظة إلى أحضان الدولة أو عودة الدولة إلى المحافظة استنادا لهذه الأصوات القادمة من هناك. بالروح بالدم نبتيك يا من، بالروح بالدم نبتيك يا من، بالروح. جرعة ثانوية منحتها مأرب للمحافظ الذي بات يتحدث عن الدولة ويحضر العروض العسكرية للتأكيد على ما يفكر فيه. احنا حرصنا في أول لحظة إلا أننا نواصل مشوارنا باتجاه المواطن اليمني كإنسان، وألا نقطع عنا البترول ولا الديزل ولا الغاز المنزلي ولا الكهرباء إلا ما تم قطعنا. تتجلى الدولة بحضور الأمن وتوفير الخدمات، وهو ما بدأت تخطوه المحافظة، ويذهب المحافظ أبعد من ذلك محذرا من الانزلاق في متاهات دول أخرى، ثم يعود قليلا ويضرب مثالا في القريبة عدن ويؤكد التمسك بالدولة. إذا أنشأنا ميليشيات فسيكون مصيرنا مصير بعض البلدان التي الآن تتعرض للأذى كليبيا وسوريا مع الأسف، كحتى مناطق عندنا حتى عدن لست راضي عن الأذى في عدن بعد التحرير. لابد أن تظل الدولة هي المهيمنة، وليحكم من حكم، ليس لا 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 يضيرنا ذلك. في المدينة ألقت الأجهزة الأمنية على شحنة من أجهزة التنصت اللاسلكية العسكرية، كما قالت إنها إيرانية وعلامتها البرمجة باللغة الفارسية. أجهزة إيرانية، جاء الدعم الميليشيا من إيران وتم القبض على شحنتين كانت مموهة تحت بضائع عادية استهلاكية للمواطنين. وفي المدينة أيضا تلاحظ حضور الدولة المتجسدة في المقاومة والجيش جنبا إلى جنب، يحاولون تطبيع الجانب الأمني، بينما يسير الناس في شؤونهم المعتادة ويسيرون حياتهم وفق اللحظة القائمة. كنت أبيع جرائد ومجلات، فمع ظروف الحرب والمشاكل تم إغلاق الصحف من قبل الميليشيات التي تسيطر على صنعاء الانقلابية، وأغلقوا جميع الصحف، فلجأت إلى بيع هذه الكتب لأعوض ما فات. وعلى الرغم من أن مأرب تجاوزت معضلة الميليشيا ونجت، إلا أن نصيبها مما خلفته الحرب تركة ثقيلة في أسوأ جزء من السلم السكاني. أنا أحمل السلاح وأقاتل الأعداء وأحمل الوطن وأقاتل الروافض. إذ ألقت بالسلاح في متناول الأطفال، وسيبقى هذا الجانب الأسود مما تخلفه حرب الميليشيا ليس على مأرب وحدها، وإنما على جيل ووطن.